رجعت. البطل رجع. دي معجزة. معجزة بكل المقاييس. لازم أقابل مولانا بسرعة. جيش السلطان في طريقه لحصار القلعة. جيش السلجوقيين الضخم راجع تاني حاصر قلعة ألاموت. بس إيه تعمل كل جيوش العالم في قلعة فيها برزك وميت؟ عز الله سيدنا. رجوعك سالم كانت رؤية أنا شفتها قبل ما بعتك. ليك مقام ألف شهيد يا برزك. مبارك المقام العالي أخونا برزك. برزك طيب القلب يا زيد. زيك. ربنا يزيده محبة وحسن ظن يا سيدنا. أنا عايز من دلوقتي القلعة كلها شعلة نشاط. جيرانها كلها مشتعلة كأن في احتفال. واللي يفضل جوه عدد محدود جدا من المؤمنين. وبالنسبة لحصار القلعة يا سيدنا. هنكون الجن اللي بيشوف البني آدمين والبني آدمين مش قادرين يشوفوه. احصروا جميع مخازن القلعة. وعايز أسرع فرسان يطيروا للقلاع اللي حوالينا يطلبوا المدد. ويروحوا للرعاية ينبهوهم ويجهزوهم. وعايز دفعة جديدة من شباب المؤمنين. وعايزكم تأمنوا خروج عمر الخيام وصديقه لأبعد نقطة. عايزكم انتوا التلاتة تسبقوا لكل الكرة القريبة من القلعة. أنا مش عايز مفاجآت. بلغوهم بعددنا ونيتنا وعدتنا. خوفوهم وفهموهم بأننا مش هنقبل خيانة ولا حياد. يا إما يكونوا معانا بحياتهم وقلوبهم وكل ما يملكوا، يا إما هنبتدي بيهم قبل ما نحاوط قلعة ألاموت وهنساويهم هم وعيالهم وبيوتهم بالأرض. أنا عايز الكلام معهم يبقى بتجاههم بحزم وشدة. عايز الرعب يسكن قلوبهم. إذا كان ولاءهم لألاموت هنعمل كده فعلا؟ أكيد طبعا. ما تنسوش تاخدوا تعهدات ومواثيق من كبارتهم هناك. وهتقول الابن الأكبر من كل زعيم قبيلة عندي عشان يبقى وجوده هو العهد والالتزام بتاعهم لينا. كده هنبقى بنسير حفظته. طب وماله؟ أنا مش عايز خونة. أنا عايز طاعة أو جثث. أوامر سيد القائد. تتوضوا وتقضوا صلاتكم، وفي درس مهم لسيدنا اقول لي انوب عنه. بس الكلام كلام سيدنا. هو شكله ايه؟ انت حضرت درس الادب لبن سعفان؟ حضرت. اول جمله بتقول ايه؟ ان الشاب المؤمن ما يسالش. انا اسف. ومع ذلك سيدنا حسن الصباح كالبدر في نوره والبركان في نيرانه. كلمة منه توديك الجنة، وبرضو كلمة منه ترميك في النار. ربنا يستر. عمر، هو انت يعني فاكر ان هما ممكن يسيبونا هنا من القلعة نمشي عادي كده؟ الخيام وصهبان هيتعمل بيهم ايه يعني؟ ممكن يقتلونا مزاجهم كده. هو حد هنا بيسأل ليه وازاي؟ ما تخافش. بقول لك انا من ساعة ما عرفتك وانا ما شفتش غير خوف. انت عشت معايا في قصور ودخلت المكان الاخطر على وش الارض بدل ما تشكرني؟ ده انا هشكرك شكر، بس نخرج من هنا وكل واحد فينا من طريق. لا، وعلى ايه؟ اطلع لوحدي واقول لهم يبلغوا الصباح انك خاين ويقتلوك وارتاح؟ لا لا لا، خدامك وبلانك، خدامك وبلانك. سيدنا عليه السلام في خلوته شايف الداعية الأكبر برزك أميد وهو راجع على القلعة على جناح طائر. سأل في الرؤية في سره، هل برزك أميد شهيد؟ أجاب السر العجيب جوه سيدنا وقال برزك أميد ألف شهيد. وبالفعل طلب برزك أميد الإذن من سيدنا وراح قتل الكافر المارق منصور. إيه؟
وعاد مولانا برزق أميد سليم معاذ. وطي صوتك. قناة اللقب راح يأدي مهمة وفشل. وبلسان سيدنا حسن الصباح هيكلمكم برزق أميد الألف شهيد ويعلمكم رسالة سيدنا. بشرني سيدنا بإني بألف شهيد. ولا بشركم إن السلجوقيين الكفرة هيحاصرونا خلال وقت بسيط. اللي هيقتل منكم واحد منهم هينول مكانة عالية. ومن الحور العين 10. 10 حورين؟ مش قليلين؟ العدد كده قليل قوي. احنا هما بيقولوه للأبد. وانتوا بالمقال تبشروا الصبر. لا هنا. الجلد. أنا بلغي إن في جنة هنا بتاعتنا. إنما النصر صبر ساعة. جنة؟ سيدنا في خلوته هيعرف تقسيمة المؤمنين. مين هيقاتل هنا؟ مين بره القلعة؟ مين هيرابط على البوابات؟ فالزموا السمع والطاعة. وابشروا النصر والجنة. لمحتكم بتتهمسوا أثناء الخطبة وغفرت ليكم مرة واتنين ومفيش فايدة. العيب على الدعاية اللي رباكم. عفو مولاي. اتبعوني.